مشكلة لنور. مشكلة برضو من مشاكل الظهر ده، الظهر والصرف والظهر اللي هي ليه، ودي حل انه يتغير الظهر وتركب مشتركات بلاستيك. شايفين مشكلة اهي، انا كبرتها مشترك اهو دوت، هيتغير كله من جوه صح كده، هيتغير من جوه تمام، كسر من جوه ومن بره. بينقط اهو، بينقط نازل تنقيط تحت اهو، وممكن يعمل برومه في الظهر نفسه. خلي بالك الظهر كده مش طالع فيه كده برضه. اهو. تاني ده. ايوه. الاثنين كده اهو. احنا بس نعمل واحدة الأولانية ديت.